كمان سؤال يا جماعة من بيبر 2 بيقول لي: A student wishes to calibrate a mercury in glass thermometer with degree Celsius scale. واحد عايز يصنع ثرمومتر، قول لي يا جماعة أحطه فين عشان اللور فيكس بوينت والأبر فيكس بوينت. طبعا يا جماعة لازم تكون فاكر قصة صنع الثرمومتر، بنجيب تيوب ونحط فيها كابيلاري تيوب صغيرة ويتحط فيها ميركري سيلزيوس، لما جه يعمله حطه في ايس عشان يجيب الزيرو، وبعدين حطه اوفر بويلينج ووتر عشان يجيب ال 100 اللي هي الابر فيكس بوينت. اذا الاجابه بكل بساطه يا جماعه، اللو فيكس بوينت هي الميلتنج بوينت اوف ايس، والابر فيكس بوينت هو البويلينج بوينت اوف ووتر. بالمناسبه دي الايس اللي لما حطينا الثرمومتر في ايس ده لازم يكون ايس بيسيح، تمام؟